اللي تكجدا كانت القصة، قصة عمرها 4 سنوات كانت راح تكون النهاية، نهاية خونا قاسي وصاحبه خير الدين اللي راحوا في رحلة سياحة، لكن لقوا نفسهم مستسلمين للموت ويحسبوا في الساعات اللي قتلهم في الحياة. 2019 قلعت القصة تاعي مع أخونا خير الدين اللي ربي سبحانه في هذه الدنيا كتب له حياة جديدة بعد المغامرة الصعبة، واللي كانت أصعب مغامرة عشتها في حياتي في الجبال تحتي قجدة، اللي أنا كنت فيها من راس النهار عارف التليفون عيط لي قال لي خويا قاسي راني حاب نروح معاك لتي قجدة ندير معاك مغامرة. قلت له راني في الصحراء، قلت له كي ندخل يكتب ربي سبحانه ندير أنا وياك مغامرة ماشي مشكل. كتب ربي سبحانه تلاقينا وقال لي بواحد العبارة، قال لي لو كان يطيح الحجر من السما ما نوليش الله. نشفى لها كيما اليوم تلاقينا شربنا حليب في واحد القهوة مع الصباح، نوضنا طونوبيل توكلنا على ربي رايحين لتي قجدة. السلام عليكم خاوتنا، صباح الخير عليكم، يومكم زين. كيما راك تشوفوا اليوم رانا يوم الجمعة، وكتب ربي سبحانه لقاني مع خويا خير الدين. السلام عليكم. من عشاق طبيعة أيضا، رانا رايحين لتي قجدة. لحقنا لتي قجدة رانا طالعين تبدل الحال، الحال اللي في بويرة لتحت وتي قجدة عالم آخر. حقنا لقينا البرودة، لقينا البلويا. كيما راكو تشوفوا خاوتنا رانا تمشاو، كاينة بعض الرياح باردة وشكون عاصفة راهي جاية. توكلنا على ربي، جينا طالعين بلي ساكودو تاعنا وكاع، تلاقينا مع واحد الإنسان هابط. قلنا يا ولادي، قلنا راهو الثلج، قلنا راهو الحال بارد، قلنا مين الاحسن ما قلنا رحتوا لهذه البحيره من قبل؟ قلنا له لار الاول مره انا رانا رايح ليها. قلنا تعرفوا الطريق؟ قلنا له نتبعوا الطريق. تبدلت قاع الدنيا ما بين لحظه وضحاها، كنا في نورمال، وبعد دخلنا ديرك في البرويال، بقينا نمشوا طريق باينه هكا، طريق باينه اللي رانا نمشوا فيها، رانا رايحين نمشو. لحقنا لواحد البلاصة مفتوحة، ما تعرفش وين زعما، ما تعرفش وين تروح منا ولا منا ضباب، ونسمحو في الهضرة، بدينا نضبحو. خاوتنا ما عرفناش طريق، احنا هذي كي كنا رايحين ما عرفناش طريق. الطريق ما كانت سهلة، الطريق ما كانت سهلة، 14 كيلومتر. الناس اللي تعرف المسافة في المتاع البحيرة هذي يقول لك 14 كيلومتر، من 13 ل 14 كيلومتر. الطريق هذه كنت لافت ساكودو شويه ثقيل. نمشي مشيت واحد 8 كيلو كتافي حسيتهم راح يخبطوا. كنت لافت في ذاك ساكودو مقلاط طباسه فراشه فايس اللي نسحقهم هكا، ريشه وقرعه صغيره فيستات مطله. المهم رانا رايحين كتفي قريب طاح من فوق، دخلت داخل لاطونس تاعي بديت نشف في حوايجي، شمخوا حوايجي وبدا البرد هذاك تاع زعما عندها ساعة كنا نضحكوا. المهم رقدنا، برد كان البرد في الليل، حتى درنا ظهرنا مع ظهرنا. هو كان لداخل الساكوشاج، خشينا شوية سنانه ولا يضربوا مع سنانه، بديت نسمع تك 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 تك. قلت له واش بيه خير الدين؟ قال لي البرد. 4 تاع الصباح بدا يطيح الثلج. كاينه موفيق اون برا، من هنا لقينا موفيق اون برا. سما حد يقول اثار تاع البارح اللي جينا بهم تاع الاقدام يكونوا تغطاو، سما راح تكون العوده صعبه. 7 تاع الصباح نوضته وقلت له اسمع خير الدين، قلت له راهو الثلج طاح، البقرات برا ماهوش يبان. قلت له الطريق، قلت له تعرف تعاود تولي، وليت نضحك. شغل ازمه، قلت له رانا حاصلين، غير اكتيفي نوض نبداو نرفدو دوزنا نقلعو امو على البكري، كون عندنا الوقت نقلبو على طريق كذا. راكو تشوفو خاوتي لي غون كونجلي، هم لي غون كونجلي. هذا شال،
هذا شال يبس كل شوية بس كل شوية بس كل شوية بس ها تضربها هاي حالة كيف أصبحت هاي حالة كيف أصبحت ثلج في كل مكان المهم تكونوا معنا طريقة للعودة وعلى على ربي وخمس هاي صعبة ومن هذه اللحظة رح يبدأ سيناريو آخر قاسي وصاحبه خير الدين ما على بالهمش وش يستنى فيهم الموت بدأت تقرب منهم الجوع الخوف الثلج والجليد والمشكلة الأكبر ما كاش شبكات على الهاتف وما كاين حتى دليل يقدروا يعرفوا بيه الطريق اللي جو منها خوف خوف الموت ديه الموت الموت ليماج هذيك اللي تشوف فيها وما تعرفيش الطريق كيفاش تعاودي تولي و14 كيلومتر قلت له خير الدين تعرف الطريق خويا باش تعاود ترجعنا قال لي ساهل ساهل المهم ليمنا دوزنا كدا وكاع جينا طالعين جينا طالعين في الطريق هذيك اللي زعما هبطنا منها قلت له انت يا قيديني راه يمشي 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 مشى بيا وقيلا واحد 4 كيلو فو بيست فو بيست ماشي طريقنا كاع ماشي طريقنا كاع عييت هذاك الساكو دو عيان حبسنا باسكو طلعه والثلج نمشوا في الثلج الثلج هذاك انا كنت نبغي الثلج من هذيك الضربه وليت شغل وليت نهاب وليت نخاف الثلج باسكو حاجه خطيره بدينا نمشوا قلعت الساكو دو تاعي بديت نقيس في الصوالح بديت نمقلى طبصيغ صوالح اللي ثقال قاع قصتهم لقينا زوج لي ديفياسيون لقينا ديفياسيون طلع ديفياسيون تهبط نمودرين انا تايهين قعدت في هذيك البلاصه قال لي نروح نشوف لا كاين طريق نعاود نولي راح طرطق لا شوفي تاعو عاود ولا زلق في لا كلاص جا المهم مضرار من رجله قلت له كيفاش نديرو خير الدين قلت له كيفاش نديرو تهبط معايا قال لي تخافنا هبطو ما تكونش الطريق نعاودو نطلعو قال لي عييت انا عييت عيا وانا عييت كيف كيف انا ثانلو كنعاود تهبط كان يعاودو يقولوا لي الطريق راه من الجبل اللي مليان نقعد تما نموت باسكو عيينا عيينا من المشيه في الثلج هذيك البلاصه اصلا الناس فما قال لك يعيطوا له كول وارد مور رواق الموت الريح يدخل من كل جهه في هذيك البلاصه رانا رايحين نمشوا حتى في وسط هذاك الريح بدي يقول لي دار واحد الدار ماشي دار تشخنا صغيره هكا مبنيه بالبيطون دخلنا لداخل فيها دخلنا لداخل فيها هو قعد من وانا قعدت من تكمشنا فما هكا ورانا قاعدين ثلاثه ونص ربعه تاع العشيه بقينا فما قاعدين انا رجلي خلاص رجلي بديت نحس في الموت تطلع لي من رجلي من تحتها الموت تطلع لي من رجلي المهم رانا قاعدين فما قاعدين هو يقرا ويسبح وكذا يا ربي نجينا يا ربي نجينا صدقوني بالله غير اي واحد شوف كان يضرب 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 بالريح ومن بعد يحبس واحد 3 سيكون في هذوك 3 سيكون حتى يجيك النعاس هكا خلاص حبس الريح شغل حبس الموت وبعد يعاود ويدخل لنا في الثلج هنا بدأت الحالة تولي صعيبة قاسي وصاحبه خير الدين حاولوا يسلكوا نفسهم ويتعرفوا على الطريق اللي جاوا منها لكن للأسف ما كاش أمل وما كان حتى فرصة باش يسلكوا إلا إذا كانت معجزة من عند الله 24 ربعة وربع يعيط لي صاحبي تاع الخدمة انا نسيت تليفون ريزو نسيت انا دوك راني نقلب غير على الطريق صونا تليفون انخلعت عبكش على عنده ما صوناش تليفون صونا تليفون درت هكا رفدت عليه الو وي قاسي السلام عليكم وي الحاج قاسي اسبقني للخدمه لاني في بوفاريك نتعطل شويه ودي وين نسبقك يا الحاج وين انا راني حاصل راني نموت يا ودي وشك صادر يا خويا يا ودي قلت لك اسبقني نهار للخدمة اسمح لي يا الحاج اسمح لي
لي في الدنيا وطلب الجماعة كاع تسمح لي إن شاء الله. يا ود الله يهديك يا قاسي، الله يهديك. هذي نقول الله ما... قاسي ألو، شنو هذا؟ شغل داير في بالو باللي راني نتمسخر ولا كيما نظاري منين ذاك نكون في لي ساعة نقول له نبعد. شنو السيد هذا؟ طفى تليفون كاع، خلينا منك كاع. هذا الحاجة عمر كوبلا من حاجة اللي جات في راسي، درت 10.55 قعد يصوني، رفد عليا الدركي قال لي الو السلام عليكم، معك الفرقة الإقليمية الدرك الوطني تيزي وزو. قلت له يا شاف راني نموتو، يا شاف راني نموتو، يا ما نكذبش عليك نبكي، ما نكذبش عليك خلاص. كنفد عليا انسان قال لي وين راك واش انا وكيف راك، قال لي مع من راك، قلت له راني انا وصاحبي. قال لي وين راكم، قلت له راني في تيكجدا قدام بوطو تاع تريسيتي. من هذا الاتصال الهاتفي راح يتغير كل شيء، والله تعالى قادر يغير كل المشاهد ويكتب عمر جديد القاسي وخير الدين. ثلاثة عباد هذوك اللي شفتهم في المشهد هذاك ما ننساهمش إلى يوم يبعث. سيد علي اليوطنو، واحد اسمه عمي راشيد تدررت واقلة ولا أدرى، واحد اسمه بيزا طالعين في البرويال، في البرويال والله العلي العظيم. غير كيفاش نوصف لك هذاك المشهد، المشهد هذا اللي الناس ما حبتش تأمن باللي كاين حماية مدنية، كاين ناس تقدر تخرج في هذاك الحال وتسلك ناس. برنامج من سيج خيرك راهو في ولاية البويرة، وبعد 4 سنوات قدر طاقم البرنامج أنه يربط الاتصال بين قاسي وأعوان الحماية المدنية اللي سلكوه من الموت. وهكذا كانت لحظة اللقاء. أول في العمر والحمد لله. قلت للواحد قلت له أنا ننسى، أنا عندي ميموار ننسى، بصح قلت له ثلاثة أسماوات تاع هذو الناس ما نسيتهمش. سيد علي اليوطنو، عمي رشيد، وبيزا. بيزا هذه بيزا. خوزنا بعد 4 سنوات من الحادثة هذه اللي صرات لنا بفضل من الله وفضل الرجال اللي راهم واقفين معنا، أخونا سيد علي عمي رشيد ربي يحفظكم. معك الكابيتان ربيعي صوفيان شيف دي برينسيبال. الله يبارك. صافي ان غران بليزير اللي شفتك هنا في الوحده الرئيسيه. ديجا الدخل تاعها المدخل تاعها كي تشوف الوحده الرئيسيه، انقاذ او تضحيه. انقاذ او تضحيه الاسم يكفي. فوالا حنا رانا في الجاهزيه التامه لاي تدخل. عندنا لي زيكيب سبيسياليزي كما راك تشوف فيهم في تيكجدا، وعندنا ايكيب هنا، عندنا بريغاد سينو، عندنا حتى ليكيب لي تانترفوني انترناسيونال. الله يبارك. اسمع عندنا الجاهزيه التامه وحنا بلا مزيتنا ندخلوا في اي وقت. خدمتنا هذه، بارك الله هكذا سي قاسي، خدمتنا وصافي ان غرون بليزير. اللي جيت لعندنا انا فرحان. انا صافي بليزير كي جيت عندكم شفتكم وتلاقيت ب انا راني فرحان باسكو هذو لي زيليمون ثاني راهم رجال، رانا دايرين ثاني الفوقة في تيك جده سيدي بون زيليمون ثما درنا سيدي سولدا. سيدي سولدا ثما كاين ناس يخدم الله. فوالا نمد الكلمه للرئيس الفرقه تاع المركز المتخصص تيك جده، شيف دونيتي تاع تيك جده صالح. فوالا الحمد لله اللي شفناك بعد 4 سنوات جيت عندنا وما نسيتش الخير صح، وهذا العامل تاعنا، هذا واجب
كما راك تشوف هذو اللي كانوا معك سيدي علي وراشيد وسليم، هذو عناصر من فرقه كبيره، راهي كاين ثلاثه لي زيكيب في الوحده المتخصصه في تيكجده. هذا العامل تاعهم اليومي يعني حتى روتيني خاصه في الفتره هذه تاع فتره تاع الثلوج، وكاين بزاف ناس دير السياحه ويديروا لافونتور يديروا المغامرات، وكاين اللي ما يسعفهمش الحظ وما عندهمش امكانيات ولا، ورانا تقريبا كل اسبوع نبحثوا على اشخاص وننقذوا اشخاص كيما نتايا، والحمد لله اللي شفناك بعد اربع سنوات. عمي رشيد خويا بيزا وكامل اللي كيب لي راه معانا هنا خويا سيد علي، ما نسيتش خيركم وما راحش ننسى خيركم ما دامني عايش في هذه الدنيا. والشكر خاص للكامل الحمايه المدنيه، الناس اللي راهي تخدم في الميدان، الناس اللي راهي تتعب. بارك الله فيكم ورمضان كريم الكامل الشعب الجزائري وصحة فطوركم. يوجهوا رسالة عن طريق قناة البلاد الوافدين على منطقة تيكجدة، يتوجهوا المركز المتخصص للحماية المدنية، يقدموا المعلومات الخاصة والوجهة والمدة المراد قضاؤها مع ترك المعلومات الشخصية مثل رقم الهاتف من أجل تسهيل عملية البحث إن قدر الله وكان هناك ضايع.